لا بس ايه رايك؟ بحترمك قدام الناس اهو. مش قادره اصدق يا حمزه انت بقيت عندك حاجات. حمزه حافيه قذره. ما انا قاعده انا وانت لوحدينا وقدام الناس. اوعدك اوعدك هقول لك يا حمزه باشا، يا حمزه بي، يا حمزه سيد الناس، يا حمزه فوق راسي، يا حمزه تاج راسي. في حاجه تانية؟ لا اوكي اوكي. وانا كمان واحنا لوحدينا هقول لك يا واطيه، بس وعد قدام الناس هقول لك يا وضيعه. مش قادره. لطيف وضيعه. مش قادره اصدقك خالص. انما ايه المزاج الحلو ده بقى؟ فرحان بوجودي معاكي انت والكم مره اللي ورانا دول. بالنسبة للستات الأفاضل اللي معانا أنت لازم تقوم تعتذر لهم. على جثتي؟ لا ما أنت لازم تعتذر. انسي. ما أنت كده كده هتقدم معاهم الفقرة الأولى. خلاص أوكي بس استحملوا بقى. أنت هتبوظ البرنامج، مش هينفع كده. أنا لو ما كنتش في البرنامج ده كنت أنت مش هتبقي فيه. ولا ناسية بتاعت الهنكلايز. يا ساتر يا رب، اللي يقع تحت درسك يموت. ما تخلي عندك شويه فلكسبيليتي كده في التعامل. انا عندي فلكسبيليتي بدليل اني جيت. انا على فكره انت ماضي عقد. انت عايزه ايه يا زفته؟ كان نفسنا يقول حاجه. ايه؟ اخشع. بالنسبه للكائن اللي انت دايما واخده معاك في كل حته من يوم معرفتك لغايه دلوقتي وفي كل مكان موجود معاك. قصدك زين؟ ده المساعد بتاعي، اوعي. اه بس مين هيدفعله ان شاء الله؟ انا ما تقلقيش. طب وشمعنى الموديل ده تحديدا؟ راحتي. اصل انا مش قادره اصدق ان ده المساعد بتاعك. وانت مال امك؟ مش ممكن طولة اللسان اللي انت فيها. طب يلا قوم. اتفضل علشان نروح لماهي وفوزية ونقول لهم ان حضرتك خلاص وافقت تقدم معاهم الفقرة الأولى. جوتو هل مش ممكن اللي أنت بتعمله ده يا حمزة معايا؟ نشفان الدماغ ده على طول. أنا أعصابي باظت منك يا أخي، كل حاجة بحاول أقنعك فيها. تمضي عقد عشان خاطري، مش عارفة إيه عشان خاطري، تصور برومو عشان خاطري، بليز معلش عشان خاطري. أنا دمي اتحرق يا أخي، عندي مليون ألف حاجة في البرنامج مش عارفة أخلصها، مش هينفع كده، كده كتير، حرام عليك يا أخي. خلاص حبيبتي اهدي. ايه نزل ايدك ويلا يلا. هاي. هلو يا اساتذه، انا جايه ابلغكم ان استاذ حمزه ما عندوش اي مانع خالص ان هو يقدم الفقره الاولى معاكم، بس يعني معلش هو ده اسلوب كلامه، فيعني لازم ناخد عليه شويه. انا فعلا يا جماعه ما عنديش اي مانع ان انا ابقى معاكم في البرنامج ونتكلم في موضوع واحد ونقول افكار واراء مع بعضينا، بس انا الحقيقه كنت عاوز اقول حاجه. لو اي مره فيكم قطعتني يوم امها مش هيفوت على خير. اظن واضح. ها يا جمل. ايوه. تشربي حاجه يا دكتوره؟ ميرسي. استاذه سناء منوره. هو ده اللي اتفقنا عليه. انت لو كنتي بوستي ايدي ما كانش كل ده حصل. بس على العموم ليه يا بوس؟ خلاص يا معلمين. كلام الاستاذه ايه يمشي. تمام. الحقي دول صدقوا. رد يا سيف بليز رد. مفيش مرة الاقيه، مفيش مرة. الو، هاي خالد، ازيك؟ انت فين؟ انت اللي فين؟ انا بره وكنت عايزاك في حاجة مهمة. خالد بليز، انا كنت عايزة دكتور امراض نسا بس يكون مش كويس.
عيب يا هديل الكلام ده؟ ايه هو اللي عيب يا خالد؟ انا ما بهزرش دلوقتي. مش كويس ازاي يعني؟ يعني خلي بنت تبقى بنت من تاني. امال هي ايه يا هديل؟ ما هي بنت. يو يا خالد مش وقت هزار بليز. طب خلاص خلاص حاضر. اوكي هتسأل وتكلمني؟ حاضر حاضر. اوكي مستنيه تليفونك. باي. عايزه يا جماعه بكره المواعيد تبقى مظبوطه عشان ما فيش حاجه تقع مننا ضروري. حاضر يا استاذ. طيب انا ماشي. حد عايز حاجه؟ انا عايزه منك تنام كويس، تنام بدري وتصحى بدري عشان بكره في بروفا، اول بروفا، عايزك تبقى مركز. ولكن سمعت حاجه. باي باي سناء. باي باي فتحي. واللي سمع وسامي موت. صباح الصباح واللي جاي احلى من اللي راح. والله اللي راح هيبقى احلى. يخرب بيتك. بقول لك ايه فتحي، انا عايزك تبقى معايا مساعده في البرنامج ده. تحت امرك يا استاذ. تحت امري؟ ده بجد ولا في حاجه هتضايق هشام؟ بجد حقيقي. فتحي شغال على قوه المحطه واكيد هيكون معانا، ما تقلقيش، مش بس مع هشام. فرحان انا وريني. ايوه عشان انا المحطه من غيري ما بتعرفش تعمل اي حاجه. كده تمام. اوكي حمزه تمام. سمير المخرج عايزاه في اجتماع ضروري جدا. ماشي اعتبريني كلمته وهو دلوقتي معايا على التليفون. برافو عليك. على فكره زين هتتعاملي ده معاه ازاي؟ ما تقلقيش انا هعرف اتعامل مع حمزه وزين. شيل كل ده من دماغك. حمزه اوفر قوي، انا مش عارفه الناس بتحبه ليه. ولا انا والله. بتكتب ايه؟ انا شايف ان انت بتكتب شخبطه. يلا يا ديتيلز. ديتيلز ايه؟ المجهود اللي اخدته عشان اصاحب البنت دي كان اكبر بكتير من الوقت اللي اخدته عشان عليك. بس انا بجد فرحانه. احلى حاجه في شغلتك انك بتشوفي نجاحك قدام عينك كل يوم. ما بتعالجيش غير الصغيرين؟ بعالج الصغيرين بس طبعا بفهم في الكبار، بس الكبار بقى دماغهم ناشفه. تسألي ليه؟ متعالجيني من ايه؟ من الاكتئاب. يا حياتي انتي تعالجي بلد. انا مش مبسوطه. حاولي تسافري يا هبه، لازم تغيري جو. هسافر. في معرض في شرم الشيخ هشارك فيه. لا انا بقول لك تسافري تغيري جو. تقولي رايحه اشتغل؟ ما الولاد عندي هم اللي هيقفوا في المعرض وانا هتابع عادي. حلو. حلو جدا. تمام. وماله؟ هعدي عليكي يا زينب 6 الصبح تكوني صايمه. يا زينب من 12 بالليل اوعي تاكلي حاجه 6 ساعات. يا حبيبتي ما تخافيش، انا اعرف الدكتور والعياده. الموضوع ده مش تمام، انا متاكده. انا هقول له اني واخداكي معايا مشوار تبع الشغل وهو مش هيقلق. المهم تخلي بالك من نفسك وتصوم يا دينا. خلاص تصبحي على خير. خلاص يا عماد خلاص. انا هتكلم معاه. الله، طب انت عايز نعمل ايه؟ لسه قدامنا وقت. انا عند اصحابي. لا ازعل على فكره. ازعل. ها هي. هاي ازيك؟ احنا على ميعادنا بكره. اوكي يلا اشوفك. تيك كير. اوكي هاي يا بوبا. ايوه يا حبيبتي يا سرسوره. تحبي مين فيهم اللي يبتدي يحكي الاول؟ بصراحه هما الاثنين فصلونا، كان الجو هادي وجميل. بس ملاحظه انتوا جايين مع بعض اصلا؟ لا احنا اتقابلنا بره اصلا. اوكي. يا محاسن الصدف. عموما موضوع البنت هديل شكله كده اكثر تشويقا. هيا دودة احكي لي. اتفضلي ارغي. انت يا بنت انت ازاي ما جيتيش في بالي؟ ده انت اللي كان المفروض اسالك عن الموضوع ده. موضوع ايه؟ اسكتي. مش بنت عم محمد غلطت مع صاحبها واتنيلت؟ يا حرام. وبعدين كملي. كمل ايه؟ والواد فين؟ اللي فين؟ الواد سافر طفش. اوعي يا هديل تكوني عايزه تعملي العمليه. امال انت عايزاني اعمل ايه بقى ان شاء الله؟ ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ انت ازاي تفكري في حاجه زي كده اصلا؟ لو سمحتوا يا جماعه حد يرد على البنت دي قبل ما تشل. حد يرد عليها هتشل. يعني انت يا ساره عايزاها في موقف زي ده المفروض يعني تعمل ايه بالظبط؟ انت ازاي عايزه تعالجي مشكله بكارثه؟
المشكله في حد ذاتها بالنسبه لها وبالنسبه لاهلها مصيبه. وبطلي تقارني الناس بيكي، مش كلهم زيك. بالنسبه للراجل اللي هيتجوزها يا هديل، هتقوله ولا لا؟ لا. ما هي واخداها ليه؟ علشان تعمل لها العمليه، مش عشان ما حدش يعرف. انت بقى ازاي تشاركي في ان واحد يتظلم؟ ازاي تشاركي في ان واحد يضحك عليه بالشكل ده؟ علشان مجتمعك هو اللي جبرك انك تكذبي. بس انت يا هديل عملتي كده مع سيف. والحمد لله ان هو ما طفش زي اللي طفش منها. واديني متنيله متجوزه وعايشه في نكد وقرف، ويمكن ده بسبب ان انا اتجوزته عشان القرف اللي عملته معايا. على فكره بقى، كلكم فاهمين شرف البنت غلط. عندكم خلط ما بين الادب والشرف. الاثنين واحد. لا مش واحد. يعني انا مثلا انتوا شايفيني مش محترمه؟ ايوه انا بهزر. بس بص يا سعد، البنت اللي بتتكلم عنها هديل مجتمع مختلف تماما عن مجتمعك، حياه تانية يا بنتي. والدكتور ده عرفتيه منين؟ انا معرفوش. كلمت سيف لقيته ما بيردش عليا، فقلت اكلم خالد، اكيد هو يعرف حد. وفعلا خالد. ما شاء الله. اللي ما شاء الله في انت كمان. سلامتك. ايوه تمام، ردوا عليا وبعت لهم ميل وحجزت لك في الفندق وتذكره طياره كمان. رايح بس. يعني لا، انا جبتها بالعافيه يا استاذه. طيب الطياره الساعه كام؟ 6 بالليل، والولاد هياخدوا البضاعه وهيطلعوا الصبح. اوكي ماشي. الو كوي بناديت، عاملين ايه؟ وحشني جدا يا جماعه، انا تعبت جدا النهارده. على فكره يا ساره، حمزه طلع عينيا بجد. بس اعمل ايه؟ قدري ونصيبي. بقول لكم انا بكره عندي اول بروفا، عشان خاطري ادعوا لي من قلبكم. ما معنى هذا؟ ايه عروسه؟ مالك فيها؟ انا مفيش حاجه خالص. تمام مفيش حاجه خالص. تمام يا دودو. نعم، عايزه ايه مني؟ مالك؟ مليش. طيب يا جماعه، انا مسافره بكره شرم الشيخ، حد عايز يجي معايا؟ اوكي هعتبر ده رد. بذمتك دي مناظر ناس تاخديها معاكي عشان تغيري جو؟ دول بيجيبوا لك اكتئاب اكتر. ايه يا سيف، انت فين يا حبيبي؟ انا خلصت شغل وطلعت اقعد مع محسن شويه. شغل؟ انت ناسي يا حبيبي انك النهارده اجازه؟ لا لا، انا جالي مشوار، وبعد ما خلصت المشوار طلعت اقعد مع محسن شويه. ماشي يا سيف. انت فين؟ انا عند ساره. طيب انا قاعد مع محسن شويه وبعد كده هروح على البيت. انت مين معاك؟ انا ما فيش حاجه. محسن، محسن اللي قاعد معايا. خلاص اوكي يا سيف. سوري 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 سوري، سمعت صح؟ خراب. سوري. مش مشكله مش مشكله، عادي عادي عادي. معلش امسكها. معلش، عادي. انا تعبتك معايا قوي النهارده. لا يا حبيبي مفيش حاجه، المهم انك كسبتي الاوتيل وانا اطمنت عليكي. اه جيت بقى هنا عشان اركز. انا همشي بقى، اشوفك بكره. اوكي يلا باي. لو احتجتي اي حاجه كلميني انجي، خلي بالك من نفسك. ايه ده التليفون بيرن؟ مين عارف نمره جديده؟ مش عارف، شوفي وانا هبقى اكلمك. اشوفك بكره. باي. باي. الو. هتمشي من الفندق؟ هتعزلي في أي مكان؟ هجيبك هجيبك. عايز مني يا حيوان؟ يعني إيه يعني مش فاهمة؟ بتاكلي الجير؟ كنت وأنا صغيرة بصي بدور على أي حتة جير كده أقعد أخربش فيها الضوافر، خربش خربش يطلع في الضوافر كده، كنت أكله، كنت بحبه أوي. تصدقي ده غالبا ممكن يكون نقص كالسيوم ولا حاجة. أنت أسناني ضعيفة صح؟ مش عرفني انت اسنانك ضعيفه ولا مش ضعيفه. اهي في درس. اسناني اساسا كلها بايظه. طب هو بياكل راس الكبريت ده يبقى عنده نقص ايه؟ لا ده غالبا نقص عقل حضرتك. وبعدين اما كنت بروح هناك بقى تقولي الراجل ايه
امشي ازاي؟ اقول لك امشي كده كده، اطلع طلوع وبعدين انزل نزول. ده مين ده؟ مش فاكره ايه ده. انت مين انت؟ ايه انت مجنونه، انت مجنونه رسمي اطلاقا. انا علمك اعقل واحده فيكم. طول عمري عايزين طول عمري يقول عليك يا ماما. ايه مين قال لك الكلام ده؟ مختله عقليا. لحظه استنى استنى. انت نمت؟ لا بس هتنيل انام. على فكره انتوا بداتوا تندموني ان اخدت منكم الزفت التليفون ده. طيب لا بس كنت عايزه افكرك بس بكره ممكن تيجي في ميعادك يعني بدري شويه حتى نقعد مع بعض. عايزه اتكلم معاك يعني. يعني انت بتكلميني وتزعجيني عشان تقولي لي الكلام الفارغ ده؟ على فكره انتوا شغلانتكم دي منيله ب60 نيله. اه فعلا شغلانه صعبه. هو الراجل اللي كان معايا ده قفل السكه في وشي. هو مين اساسا؟ انت بتكلمي مين؟ كان في ابن اللذينه غريب. مين هو؟ مش مهم. المهم مطلعين الجزمه دي مضايقاني وما بعرفش اطلعها لوحدي. انت ليه قاعده مكتفه نفسك كده؟ يا بنتي بالراحه تخلعي رجلي الثانيه. ايه ده؟ انت بتلبسيها ازاي؟ اه ثانيه واحده ثانيه. انا مش فاتحه السوسته. ايه ده؟ هو في سوسته اساسا؟ ايوه عشان كده كل يوم ما بعرفش افتحها. مش تقولي سايباني يا شيخ. تصوري انا برضه اقول ايه الشراب ده؟ ده بلبسه لغايه هنا في الشتاء. ده في صدري حسين صدقي عارفه كان بيلبس البنطلون اطلع. فاكره روزي عباظه كانت اوحش حاجه في ايه؟ التلفون. التلفون ده بصي شراب في ليه؟ ايه وريحته مقرفه. لا ابعدي. طب هناكل ايه يا شيخ؟ انا جعانه بجد. مش قلعتي الشراب؟ لا بجد ريحته منتنه. لا ما تقوليش كده ده حلو. فار ميت قاعد جنبي. بقى فتحتيني انا مش قادره. مش قادره. افتحي شيلي. لازم؟ انت كنت تقلعي البوت عادي لوحدك؟ مش هشيلك الشراب. انت مقرفه. جعانه بقى. وانا بتاع ده طعمه وحش قوي. اعمل لك مكرونه بالتونه؟ بعملها حلوه قوي. فاكراها التونه دي؟ كل يوم باكلها. ايه رايك؟ اعملي حاجه تانية. سهله وسريعه. مش قادره. تعالي مكرونه عصب. انا كده مش قادره اطبخ. اطلبي دليفري. لا مش قادره استنى هيجي متاخر هياخد وقت. ان شاء الله عندنا مكاننا. ممكن ننزل ناكل عند ماما اكيد عندها اكل. نايمين. ايوه نايمين مش هيحسوا بينا. انزل. يلا يلا انا جعانه مش قادره. انتوا عندكم كلب؟ ولا ده كلاب ضاله؟ ده كلب الجيران. ده كلب الجيران هو كل يوم بيهو؟ كل يوم بيهو، كل يوم بيصحي. يلا جعانه بقى. ما بعرفش انام منه. السيارة دي وحشة قوي. ايه ده؟ مالها يا سيارة؟ مضرة بالصحة. فين فين؟ وحتى من علمك انا ما بحبهاش، انا بحب ماسكتها، بحب اعمل كده. واطفيها كده. انا بحب السيارة. جعانة يلا. طب ايه ننزل؟ هنروح تحت؟ هننزل تحت. طب البسي في رجلك بقى. البس في رجلي ايه؟ الجزمة. بتنزلي كده؟ ايه لا يا ماما انا. اه انا كمان. ايه ده ازاي انا؟ ايه انا مكتفة انا كمان كده؟ ده ايه القمة اللي مش بتقوم دي؟ مش قادرة. اه شكرا. الله يلا. احساس مريح جدا. قومي يلا. انت زنانة قوي. هرجع. قومي قومي. انا قادره اقوم نفسي. على فكره الحركه كتير مش كويسه. على فكره ممكن ازقك كده. صاحي قومي بقى. قومي. مش قادره اقوم نفسي. ايه مش قادره؟ وحياه ربنا ما تقومي انت، ده انت تلمي قوي. ايه يلا قوميني بقى. انا هروح لوحدي كده. برد قوي. انا هموت. انا عارفه اسند. هو احنا صيفنا ليه النهارده؟ يلا بقى عشان زهقت.
احنا ليه مش جبنا هدومنا معانا؟ انا مش شايفه. خبط. يلا استني، مش شايفه المفتاح. وانا في لندن كنت بدور على قهوه مصري بلدي كده العب فيها طاوله، كنت هتجنن لغايه ما لقيت ضغفت زي حضرتك كده بلعب معاه هناك. شفت انت بتاخدني في الكلام ازاي وبعدين في الاخر تسرق؟ يا حرامي يا وسخ. انا برضو اللي وسخ يا كذاب يا كذاب. ازيك يا سهل؟ ازيك يا بابا؟ هاي انكل. ازيك يا حبيبتي حمزه؟ ايه اللي جابك هنا يا واطيه؟ انا كنت اصل عديت على ساره كنا قاعدين. انت اصلا ايه اللي جابك هنا؟ انت مش كنت من شويه بكلمك قلت لي احنا في منتصف الليل القرار اللي خليكي تكلميني؟ انا نايم. صحيت بدري قلت انزل اتمشى واجي العب مع صديقي طاوله. بكره اوردر يا جميل. فين المطبخ؟ عن اذنكم. اتفضلي يا حبيبي. روحي يا حبيبتي روحي. سوري يا بابا، هو المطبخ تعالي. احنا لعبك وانت بتسرق ده. انا هديل. ايه؟ خايفة قوي. ليه؟ مش عارفة بس خايفة. هي بسيطة صح؟ سهلة ان شاء الله يا زينب. هو انا هعرف منين يا زينب؟ انا كنت عملتها قبل كده. هتجنني؟ ايه غباوة دي؟ بس خالد. ازيك يا خالد؟ هاي هليلي. ازيك زينب؟ ازيك يا زينب عاملة ايه؟ ازي حضرتك؟ هي العملية سهلة مش كده؟ يا بنت هو كان الدكتور بتسأليه هو ليه؟ ما يجي الدكتور بتسأليه من ايه الغباوة دي؟ أنا كنت مع دكتور دلوقتي قال لي العملية بسيطة جدا ما تقلقيش. معلش يا خالد. فانجو في العيادة. مين فيكم انت التلاتة اللي هيعمل العملية؟ ايه يا دكتور في كده بقى؟ ما هي قولي يا دكتور بعد ثانية واحدة. العملية بتاخد وقت؟ والله على حسب. ربع ساعة والبنكي بيفك لوحده. بنكي انا بخاف من البنكي. يا زينب في ايه؟ بخاف من البنكي. يا حبيبتي ايه اللي هتكسر لي بالراحة يا حبيبتي؟ بقول لك ايه؟ انت فاكراني دكتور ولا ايه؟ يلا يا حبيبتي. يلا يا ماما. ده كلها شك التبوس. لا ما تخافيش بيقول يلا. ما تخافيش يا زينب. يلا بدل ما اخدك انت كمان. روح يا زينب. بانكو بانكو في العيادة. أنا معاك يا حبيبتي، أنا قاعدة أهو. ما تيجي نشرب سيجارة هنا في العيادة؟ أنت بتسمي دي عيادة هديل؟ أمال اسمها إيه دي؟ معرفش. سوري يا خالد تعبتك معايا. ما تقوليش كده، ما تبقيش عبيطة. يعني صحيتك بدري انت مالك انت ومال الهم ده كله؟ ده ثمن الصداقه يا ستي. ولا يعني انت فاهمه ان الصداقه ان احنا ندردش ونتكلم ونسمع بعض وبس؟ عارف زينب دي تعتبر زي بنتي، تربيتي. ونعمه التربيه الحقيقه. عايز تقول ايه؟ ما تزعليش والله بقرك. طبعا وارد ان اي حد فينا يغلط، بس يعني يا زينب دي بتشتغل ايه اصلا؟ فنانة تشكيلية جميلة. هي اللي بتعمل لي كل الديزاينز بتاعت الجاليري بتاعي. قول لي يا خالد، هو انت عرفت الدكتور ده منين؟ تسألي ليه؟ يعني عايز اعرف. ماشي هقول لك. انا مراتي سقطت هنا مرتين. ليه يا ابني تعملوا كده؟ هديل ما ينفعش اجيب عيال واظلمهم معايا في الدنيا دي. انا اوريدي عندي اتنين، ما ينفعش اجيب بقى ثلاثه ولا اربعه وما اعرفش اصرف عليهم ولا اعلمهم مظبوط. اتس نوت فير. يا سلام يا سلام
يعني ما كنتش عارفين تنظمه وبدل ما تقعدوا تنزلوا ببيع. لا يا خالد مش طريقة. عملنا تنظيم بعد المشاكل ديت طبعا، سيطرنا على الموقف. يعني الموضوع ما كانش سهل كده، هي ما كانتش عارفه تتصرف. الدنيا دي حالها غريب، للي بيجيب عيال مبسوط ولا اللي ما بيجيبش عيال مبسوط. العيشه السودة دي يا اخي. قولي لي يا دين، صاحبتك زينب دي لما تتجوز تفتكري هتقول لجوزها؟ لا طبعا، عقلية الرجالة في حاجات كتير ما بتقدرش تستوعبها، عشان كده هي لازم تكذب. هما الرجالة كده مركبيننا زنوب طول الوقت. يا ساتر. هي ليه اسكت يا خالد، انا مش طايقاك انت كمان. ايه اللي يخليها تغلط عشان تكذب يا هديل؟ ممكن تقوليلي؟ عشان هي بشر. انت عشان راجل لو غلطت مش محتاج انك تكذب، انما هي لو غلطت لازم تكذب. ايه العيشه السودة دي؟ قولي لي انت ازمهليتي ليه لما الدكتور سال مين فيك الحاله؟ ايه مزمهله دي؟ اتخضيتي. اتخضيت جامد؟ قوي. لا يا راجل. اه. قول لي يا خالد، هو اللي كان هنا ده الدكتور؟ هو شكله مجنون بس كويس. مش عارفه حسيته على اهبل شويه. بتجيب سيجارة؟ أنا ما عنديش تاني خلاص. طب أنا أعمل إيه في دي؟ أرميها؟ أرميها. هعمل لك بقى كبدة اسكندراني إنما تحفة، صنعة إيديا وحياة عينيا. بصي بقى، لازم نقطع الكبدة، أهم حاجة إن إحنا نقطعها حتت صغيرة كده. بصي يا هنوم، في ايه؟ مش عايزه. الله، ما انتي بتاكليها بعد كده. بقولك يا ساره، ما تيجي نطلع بره نكمل قرايه النوته؟ انا بقيت اعرف اقرا وعزفت كمان. يا ولد شطوره، فاكره ما كنتيش عايزه تتعلمي وقفشه؟ فاكره. هنا هاتيلي كلينكس بليز. طب تعالي بره اجيب لك بلاستر احسن. اوكي، بس لازم نحط الكبده دي في التلاجة عشان ما تبوظش. سيبيها سيبيها، انا هدخلها. في التلاجة يا هنا حبيبتي، مش في الفريز. حطهاش في الفريز. برافو عليك. لحظة، انتي عملتي ايه دلوقتي؟ يلا روحي يلا. يلا. ماذا يحدث؟ نبيب وصباح الفل. خلص اللي بتعمله عايزه، ماشي؟ ايه يا هبه يا حبيبه قلبي، انت فين؟ عايزه تخلصي الستوري بورد تبع الاستوري بورد تبعتهولي؟ ضروري. صباح الفل يا بنت البلد. صباح الفل. فتحي، ممكن اطلب منك طلب؟ ثلاثة مش طلب واحد. ممكن ما تقوليش بنت البلد دي تاني عشان بتستفزني وتعصبني وتضايقني وتنرفزني على الصبح، وبعدين انا عارفه انها كلمه هشام يعني وكل الناس اللي معايا، بس مش ماشيه معايا خالص بصراحه. انا اسف، انا اسف جدا على فكره، لو عرفت ان هي بتعصبك ما كنتش قلتها، بس انا بقولها من جوه، يعني انا بحس ان انت بنت بلد بجد وجدعه وبنت ناس وطيبه، فعشان كده بقولها لك. ميرسي يا حياتي. اوكي. بس عندي حل حلو. قولي صباح الخير بصوت عالي. اوكي. وبنت البلد قولها في سرك. اوكي خلاص، صباح الخير. تمام كده؟ جايه بدري ليه؟ قاعدة بشتغل على الفورمات بتاعة البرنامج. فكرتني صحيح. عايزاك تطلع الجرافيكس تقول لهم يوقفوا شغل. لأسباب طبعا إن احنا لسه ما استقرناش على اسم البرنامج. اوكي. وثانيا لأنه أصبح أربع فقرات. اوكي. ليه؟ ليه أربع فقرات؟ ليه أربع فقرات؟ ركز معايا شوية. احنا عندنا انترودكشن هيقدموه هما التلاتة. اوكي. ماهي وحمزة وفوزية. اوكي.
وبعدين عندنا فقرة ماهي. اوكي. فقرة حمزة. تمام. فقرة فوزية. اوكي. يبقى عندنا كام فقرة؟ خمسة. ما شاء الله. إيه؟ ما شاء الله هايل. إيه؟ انت جبت كام في الحساب؟ مش فاكر بس ما كنتش كويس. طيب انترودكشن. اوكي. فقرة. أيوة. اوكي. ماهي حمزة فوزية. أربعة. ما شاء الله. تمام. تمام. اوكي. هتعملي ايه؟ استنى استنى انا اسف قبل ما اسالك، انا كان المفروض ان انا اقول لك اللي انا فكرت فيه دلوقتي. ايه بقى؟ احنا ممكن نحل الموضوع ده، نخلي حمزه فقره لوحده ونخلي فوزيه وماهي فقره لوحدهم، ومتهيألي الموضوع كده خلص وتمام وجبرت. ماهي وفوزيه مش هيوافقوا. ليه؟ مش هيوافقوا، وحتى لو وافقوا سناء مش هتوافق، وبعدين عندهم حق. طيب في سؤال مهم برضو، هتعملي ايه في الوقت؟ هعمل ايه في الوقت؟ انت صح، اول مرة تسأل سؤال مهم. انت صح. هقول لك بقى، انا هطلب من شريف نص ساعة زيادة. اوكي. بس ازاي هتطلبي من شريف نص ساعة زيادة وانت عارف ان ده استحالة، لان برنامج الشيف مختار متهيألي جايب فيونج عالية قوي في القناة وعمره ما هيرضى. مفيش مشكلة. اوكي. ممكن ياخد نص ساعة بعد عادي، ايه المشكلة؟ لا في مشكلة، ده معاد المسلسل التركي. هو انت يا ابني كل ما اقولك على حاجة تكلكحالي؟ مفيش عندك حلول ابدا؟ انا بقولك الواقع. واقع من ايه؟ واقع الواقع ايه؟ طب بص فكر معايا، احنا عندنا برنامج مدته 60 دقيقة بالفاصل. اوكي. خلاص؟ اوكي. لو شلنا الفاصل اللي هي بنقول عليها 15 دقيقة يبقى احنا عندنا 45 دقيقة. اوكي. نعمل ايه بقى؟ بسيطة جدا. احنا نمشيها 15 10 10 10. ايه رأيك؟ 15 ده الانترودكشن و10 10 10. ماشي موافق، كل واحد يقدم فكرة. ايه بقى اللي هيربطهم ببعض بقى؟ ايه؟ انت فاهم؟ انا بحاول اركز معاكي وبحاول اشوف مشكلتك، بس يعني انت عايزه ايه اللي يربطهم ببعض؟ يعني مفيش حاجه ماتشنج ما بينهم، بمعنى هو اصلا برنامج كان بيتكلم عن الستات. لما نضيف حمزه، ايه اللي هيدخل حمزه معاهم؟ ايه الموضوع اللي هيربطهم ببعض؟ ايه الحوار هيبقى بينهم؟ ايه القضايا اللي هيتكلموا فيها؟ ايه اللي هيخلي حمزه يتكلم بما ان حمزه راجل وسط ستات؟ معلش انت فكرتي اصلا يعني الانترودكشن هتبقى بتتكلم عن ايه، وحمزه هيتكلم عن ايه مع ماهي وفوزيه، ولا انت بتساليني بس؟ انت فكرت في ده؟ اكيد لا، لسه عارف منك حاجه. طب اخلص خالص. ها؟ صباح الخير. صباح النور. تعالي افطري. لا ميرسي انا هشرب عصير. خطيبك قال لك باباك اتفق معاه على ايه امبارح؟ صحيح يا بابا، انت ليه رجعت في كلامك مع عماد؟ انا يا حبيبتي ما غيرتش كلامي مع عماد، انا بس عدلت في الاتفاق. بدل ما كان جايب لك شقه في التجمع عايزه يجيب لك شقه هنا جنبي في مصر الجديده. وبعدين انا اتفقت معاه، قلت له بدل ما حفرش اوضتين انا حفرش ثلاث اوض. بابا عماد معهوش فلوس، بعدين حضرتك عارف سعر المتر كام في مصر الجديده. جين باباكي عايز مصلحتك، وبعدين ليه يا حبيبتي تترمي في الصحراء بعيد عننا؟ تجمع الخمس يوم وقى صحرة، وبعدين اتفقتوا ليه معامل الأول؟ يا حبيبتي أنا عايز أعمل لك أحسن حاجة في الدنيا، أنا بخاف عليك. بعدين أنت مش رخيصة عشان أسلمك ليه بالساهل، أنت عارفة أن أنا سايب لك قد إيه أنت وأخوك. خليه ينفذ اللي إحنا عايزينه. أيوة طبعا، اللي بيجي رخيص بيروح رخيص، وأنت مش زي أي حد يا بنتي، أنت ما فيكيش غلطة، جمال ومال ومستوى ودكتورة. هو بقى إيه؟ حتة محاسب. بعدين يا ماما. أيوة هو مفهوش غير كده. لا عماد في حاجات تانية، عماد بيحبني بجد. وظن احنا بنحبك أكتر.